إذن التواصل يستمر والتحديات هنا تتواصل. شوطنا الثالث أيضا للبكار والثالث والعشرون في مجموع أشواطنا لهذا الصباح. هنا الأشواط الإضافية تنطلق أمام حضراتكم والصدارة الأولى هنا أيضا والمركز الأول يأتي شعار سالم بن سعيد بن حريز الحرسوسي شعار محمد بن سعيد مع الشانية سالم بن سعيد بن حريز العفاري يتقدم في هذه اللحظات على الصدارة الأولى والمركز الأول والقيادة الأولى من خلال هذا المسار، بينما المركز الثاني رسالة للسهيل بن محمد بن حمادي العفاري قادم في هذه اللحظات على ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء هناك التواصل وهناك القدوم من الشانية لأحمد بن سالم بن متعب العفاري قادم في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع الوصول والقدوم هناك من الشانية لصالح بن سليم بن خصوان العامري، بينما الوصول والقدوم الأخر من الشانية لقضيل بن محمد بغدي العفاري قادم في هذه اللحظات متواصل بهذا الأداء، بينما هناك القدوم والتواصل في هذه اللحظات وأيضا الوصول والقدوم في هذه اللحظات من هذا الاسم القادم في هذه اللحظات. أيضا ناخذ الاسم القادم حتى نتعرف على صاحبة الشعار الأحمر هنا، وأيضا الوصول القدوم في هذه اللحظات من شاني لطويرش بن نادر بن حمودة العفاري قادم في هذه اللحظات متواصل بهذا الأداء الرائع والجميل هنا من خلال هذه التحديات وخلال هذه المنافسات الرائعة والجميلة. هنا شعار أبو سهيل يتواصل في هذه اللحظات، عبيد بن خيرات بدودة العامري يتواصل مع الشاهنية، يقدم الشاهنية سلام أبو سهيل سلام سلام أبو سهيل سلام، تهانينا لعبيد بن خيرات العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا والناموس المركز الثاني. كان الدخول مشاهد الأعزاء متابعينا الكرام هناك من شاني لطويرش بن نادر بن حمود العفاري، بينما المركز الثالث المركز الثالث كان الدخول مشاني لمحمد بن علي بن حسيني العفاري. إذا تهانينا والناموس للسهيل بن خيرات العامري على هذا الفوز على هذا الانتصار والتوقيت الزمني 3 دقائق 7 ثواني 28 الجزء الثاني، تهانينا والناموس.